اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة على مامين. ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو نحب نترحموا على اسماعيل هنية رئيس حركة حماس، توفي واستشهد اثر غارة جوية صهيونية في طهران. الله يرحمه. متى ستنتهي هذه الحرب؟ ومن سيقف عند حد هذا العدوان الغصب؟ مع الأسف الله يرحمه، وإن شاء الله الأزمة تنحل قريبا. اشترك في القناة، تفعيل الجرس بصوركم كل جديد وخص العمل وربحهم ترند من قناة على مامين. ولا عنده أي استفسار أو تساؤل يجب يتواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بينا على مامين على الفيسبوك وإنستغرام وتيك توك وقناتنا على التليجرام. في هذا الفيديو باش نحطو على موقع 99 ميك ماني أونلاين بعد التحديثات الجديدة وإضافة طرق ربح جديدة الفائدة. الرابط تلقاه في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت. بعد ما توصلوا لهذا الواجهة تضغط على كلمة ريجستر، تخلي البريد الإلكتروني اللي أنت مسجل بيه بطبيعة الحال، اليوزر نيم، الباسورد، إعادة كتابة الباسورد، تكمل الكابتشا وتضغط على الكابتشا يقول لك إسكالي وتضغط على كلمة ريجستر حتى تسحب من الموقع. ما عليك إلا تفعل حسابك، تتوجه إلى سبام وإلى الرسائل غير مرغوب فيها، تمشي 99 ميك ماني، تضغط على كونفيرم إيميل أدرس وتم تفعيل حسابك بنجاح. الآن ندخل إلى حسابي ونشوف أكثر تفاصيل. بونت، وهذا حسابي شباب، هذا من النقاط اللي عندي 646 توكن. نشوفوا مع بعضنا الطريقة الأولى للربح واللي هي عبر رابط الإحالة. هذا هو رابط الإحالة شباب، تنسخوا وتروجوا على أوسع نطاق. أي شخص يدر من خلالك واشتغل على الموقع أنت تتحصل على 10% من قيمة الأرباح، هذه شيء يحسن لك في ربحك. الحاجة اللي تم إضافتها واللي هي ليدربورد. ليدربورد كل أسبوع، وملاحظة مهمة، أي شخص يستعمل الفي بي إن سيتم حظره. كذلك أنا في موقعنا مامين إيرن هنالك شخص يستعمل الفي بي إن وكل مرة نعمل له حظر ومازال موجود. على كل ليدر بورد واللي هي مسابقة أسبوعية كما قالت لها ذوي هذه المستويات. عندك المسابقة الأولى واللي هي الكونتست الجوائز، ثم المرتبة الأولى الثانية الثالثة والرابعة يتحصلوا على 5000 4000 2000 و1000 توكن. هي الألف توكن تساوي 1 سنت، أو اسمي موجود بننزل الأسفل. كذلك في الفوست، مسابقة الفوست كذلك أسبوعية، 300 توكن 200 و100. وبالنسبة للريفرر كذلك، شخصا تم دعوة أشخاص أخرين، والمسابقة 30,000 20,000، يعني 30 سنت و20 سنت. ومسابقة أخرى واللي هي الكونتست على ما أظن، هي الأوفر، هي الأوفر وول على ما أظن. مازال موجودين. عندك شورت لينك 10,000 5,000 و1000، هذه مسابقة أسبوعية نفس الشيء. والأوفر وول أكثر مسابقات تدفع 50,000 40,000 و30,000، يعني نص دولار 40 دولار، نص دولار 40 سنت و30 سنت. طولنا في حكاية الليدر بورد، جيدة على قد ما تشتغل على قد ما تربح في المسابقات. عندك الاتشيفمنت واللي هي أشياء يومية تقوم بها. الموجودين عندك فوست، تعمل 10 فوست يوميا تتحصل على 50 توكن. أنا عملت 9 بعد قليل تو نجمعوا الـ50 توكن. وكذلك تتجاوز 5 روابط مختصرة تتحصل على 50 توكن. هذه الاتشيفمنت بعد قليل تو نشوفوها. الاوتو فوست كما قاعدين تلاحظوا، عندك 10 توكن تنتظر دقيقة و لا يعني عندك انرجي تجمعها بتجاوز الراوت المختصرة وتتحصل على توكن مجانا. انتظر هذه المدة ونرجع لكم. وكما قاعدين نشاهدوا تحصلنا على 10 توكن. ما نعرفش، لا اعرف كم لدي انرجي. عندي انرجي 6 كما قاعدين تلاحظوا. نعود ونشوف الاوتو فوست، عندنا 6 كما قاعدين تلاحظوا. نرجع الى هذا المكان،
كما قد نشاهد تحصلنا على 10 توكن مرة أخرى. نرجع إلى الداشبورد، يعني كل نقطة إنرجي تتحصل على 10 توكن، لكن ما عليك إلا تنتظر دقيقة في الأوتو فوست. ما قلناش على طرق السحب من موقع 99 ميك موني أونلاين، إذن كلهم طرق سحب عبر الفوست باي، السي وولت والباير. كما قاعدين تلاحظوا الفوست باي حتى تسحب ما عليك إلا تضع البريد الإلكتروني اللي مسجل به في الفوست باي. على سبيل المثال باش تجربوا يو اس دي تي لكن فوست باي، ننزل للأسفل. المينيموم 100 نقطة كما قاعدين تلاحظوا على الفوست باي تيذر يو اس دي تي. فبالتالي كما قاعدين تلاحظوا شباب، كذلك يمكن تسحب عبر السي وولت. نشوفوا اي عملة السي وولت. سي وولت 1000 نقطة بالنسبة للسي وولت، 1000 نقطة 1000 توكن. والباير شوفوا مع بعضنا الباير واللي هو 10000 توكن، يعني 10 سنت. ان شاء الله نقدم اثبات سحب في نهاية الفيديو. خلينا نرجع الى طرق الربح. عندك المانيوال فوست، لا مش اوبن، غلطت. بين نضغط على مانيوال فوست، ننزل للأسفل، تكمل الكابتشا، يقول لك 9 4 10 9 4 10. كمل الكابتشا بهذه الطريقة. اسكالي، هذا هو الاسكالي، واضح. نضغط على كولكت يور ريبورد، تمت العملية بنجاح. يوميا عندك الحق في 10 فوست، وتنتظر ما بين الفوست والفوست الأخرى 5 دقائق. نرجع للأتشيفمنت. كما قاعدين تلاحظوا عملنا 10 فوست في هذا اليوم، وبالتالي نضغط على هذا المكان وتحصلنا على 50 توكن. نرجع للويل أوف، هذه الربح من عجلة الحظ. يجب أن تمتلك 10 إنرجي حتى تدور هذه العجلة. تو نرجع لها بعد قليل، يمكن تحصل على 50 100 200 و300. نمشي للطريقة التي تليها واللي هي الشورت لينك. هذوما الرابط هذا سهل وسهل جدا، XCU وكذلك FCLC. أنا جاوزتهم في يوم الأمس، فبالتالي ما عليك إلا تنتظر 24 ساعة حتى تتجاوزهم. هذا الرابط يقدم أفضل الأرباح، 70 توكن. باش نضغطوا عليها باش نجربوها الآن. ضغطنا على كلمة كليم باش نجاوزوا مع بعضنا هذا الرابط. تضغط على الكابتشا، تكملها بشكل صحيح. لحظة فقط شباب، ونضغط على هذا المكان، ننزل الأسفل وتضغط على ستيب، يعني ما عليك إلا تتجاوز 5 صفحات. ما بين الصفحة والصفحة الأخرى تنتظر 15 ثانية. قولك كليك ذا أد. إذا لم تجد أي إعلان تعمل تحديث للصفحة، أكتواليزي. لحظة فقط شباب، عملنا اكتواليزي، تحديث للصفحة. تعرفوا القيام بها من الأعلى إلى الأسفل، كان يكون أنتم بالهاتف وإلا عبر الحاسوب، هنالك الفلاشة الدائري تضغط عليه. أو رجعت لنا مرة أخرى، الإعلان هو متاع جوجل أدسنس، ما عليك إلا تضغط عليه. تتحلك نافذة أخرى، تنتظر 15 ثانية في الإعلان. بعد ما انتظرت 15 ثانية يقول لك ثانكس، تنزل إلى الأسفل وتضغط على الاستمرار. وكما قاعدين نشاهدوا تحصلنا على 70 توكن. هذا من أسهل الروابط المختصرة. نكمل ننجز كل الروابط المختصرة ونرجع لكم. شباب وصلنا للعشر إنرجي باش نجربوا هذه عجلة الحظ. ننزل للأسفل، نكملوا الكابتشا، يقول لك 55 55 و100. نكمل الكابتشا في هذا المكان، لحظة فقط، سويفون، ونضغط على سبين. لحظة فقط، وتحصلنا على 50 50 توكن. به هناك طريقة أخرى للربح واللي هي تاسك. هناك مهمة واحدة في موقع 99 ميك ماني أونلاين، واللي هي أنك تعمل فيديو على اليوتيوب. هذه الشروط، على الأقل 3 دقائق، الكاليتي متاع التصوير 480، يعني ليس بشرط تقريبا،
10 لايكات و250 مشاهدة على الأقل، ويكون رابط الإحالة الخاص بيك موجود في صندوق الوصف. ومعت ما يفوتش 30 يوم معت الفيديو اللي عندي صورته ونشرته على اليوتيوب، تتحصل على 50 سنت. بتخلي رابط الفيديو في هذا المكان وتضغط على submit your proof. واخر طريقه تقريبا وليها الاوفر وول وليها اكثر ربحا في موقع 99 ميك ماني اونلاين، عندك البيتكو تاسك كما قاعدين تشاهدوا شباب. هذه شركة اوفر وول اكسنتيف، وهذوما شركات جديدة في الموقع. البيتكو تاسك تعرفوها الناس الكل شباب. خلينا نشوفهم مع بعضنا. اظن هذه لا عندك الربح من مشاهدة الاعلانات، تضغط على هذا المكان. عندك البي تي سي، الاوفر وول، السيرفي، المور اوفر فيها تيم وول وغيره، الفوست السيرف بوست جيم شورت لينك وغيره. احنا باش نجربوا البي تي سي فقط. على سبيل المثال هذا الاعلان، اذا كلهم اعلانات شباب موجودين في البيتكو تاسك. نضغط على واتش اد، بعد ما انتهى الوقت المحدد تكمل الكابتشا هذه، تختار الصورة المناسبة وتحصلت على 38 توكن. تنجموا تشوفوا كل هذه شركة العروض، كذلك الاكسنتف شركة ممتازة وممتازة جدا. عندك الجيم، تضغط على ليتس بلاي وتتحصل على هذا المبلغ كل 70 ثانية لعب. عندك الاوفر، هذوما تحميل تطبيقات والتسجيل في مواقع ووصول لمستويات معينة، تتحصل على هذه المبالغ 20 سنت، دولار، 2 دولار. على قد ما المبلغ يكون أكثر، على قد ما صعوبة العرض تكون يعني صعبة نوعا ما. عندك اللينكس، هذوما تجاوز رابطة مختصرة. البي تي سي، تضغط على هذا الإعلان، تنتظر قليل من الوقت، هذا هو الوقت المحدد 30 ثانية. تكمل الكابتشا كما قاعدين نشاهدوا وتضغط على فيريفي، تمت العملية بنجاح. تجمعوا تشوفوا كل هذه الإعلانات، وكذلك الفوست موجود، الربح من الفوست عبر موقع اكسنتف. هذم كل طرق شباب. إن شاء الله الموقع يتعرف أكثر فأكثر ويضيف طرق أخرى للربح وشركات عروض أخرى. فاضل انه نقدمه اثبات سحب من الموقع. نمشي على سبيل المثال تيذر فوست باي، ننزل للاسفل، هي ديجا موجود الماكسيموم، ننزل للاسفل ونخلي البريد الالكتروني المسجل به في الفوست باي، وكما قاعد تلاحظوا نضغط على كلمة ويدرو، تمت العملية بنجاح والسحب فوري ومباشر على الفوست باي. بالنسبة السحب عبر السي وولت والباير تنتظر 24 ساعة 48 ساعة وتصل لك الأرباح. الآن نمشي إلى حساب الفوست باي. كما قاعدين تشاهدوا 99 ميك ماني أونلاين، 1 سنت من عملة اليو اس دي تي نورمال بايمنت، و 31 جويلية 2024، موقع صادق ويدفع، والسحب فوري ومباشر على الفوست باي. نلتقي إن شاء الله في مواقع أخرى ومجال جديد للعمل والربح. مترنت قناة على ممين، الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.